فرع مدينة فاس لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، ضم يعني التظاهرة ناجحة الحمد لله، وكان الهدف منها أولا أن الرابطة تقدم لجميع الأعضاء ديال الرابطة في مدينة فاس ورجال الأعمال كذلك ومنتخبين، تقدم الاقتراحات الاقتصادية للسنتين المقبلة للحكومة المغربية، لأنها هي حكومة مع الأسف اللي فشلت في المعيار الأساسي ديال الاقتصاد اللي هو التشغيل وخلق أكبر عدد مناصب الشغل. من بعد 3 سنوات كاين ارتفاع قوي ديال البطالة مع الأسف، لما الحكومتين السابقتين حققت تراجع ملحوظ للبطالة في بلادنا، وكذلك كاين تراجع في عدد مناصب الشغل وفي وتيرة النمو. فقدمنا الاقتراحات ديالنا كرابطة الاقتصاديين، وقدمنا السياسة الاقتصادية اللي الحكومة خصها تعتمدها لسنة 2015 و2016، واستفادة من الهبات الإلهية الثلاث اللي هي انهيار أسعار النفط، هبات من دول الخليج بفضل مبادرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وثالثا قرار تاريخي ديال البنك المركزي الأوروبي اللي غادي يرفع من نمود أوروبا في الشهور القليلة المقبلة تدريجيا، واللي غيستفد منه كذلك الاقتصاد المغربي. فهذه فرصة استثنائية إلا كانت الحكومة حكومة وعندها نوع من التحكم في تدبير الاقتصاد، هذه فرصة استثنائية باش تغير التوجه الاقتصادي ديالها وتركز على النمو والتشغيل للسنتين المقبلتين.